أكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون حرص قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة على الاهتمام والعناية بمراكز والجمعيات التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب الهمم لما تقدمه من جد وعطاء إنساني تربوي وتعليمي لمجتمعنا. وأشار الوكيل عبدون خلال لقائه بإدارات وكوادر المركز والجمعيات على مستوى مديرية الشحر بحضور مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ وليد عوض صياد إلى أهمية هذا اللقاء الذي يأتي للإطلاع على مجمل سير العملية التربوية والتعليمية وكذا استعداداتهم للعام الجديد إضافة إلى توفير عدد من الاحتياجات وفقا للمتاح.